السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في استعراض لفيديو جديد من مسلسل طائر الرفراف. كما رأينا في إعلان الحلقة 52 من مسلسل طائر الرفراف، فصيران صدمت الكل وحطمت كبرياء عائلة كورهان وحتى والدها كاظم. فقد اعترفت صيران بأنه تم تزويجها بالغصب، حتى أنها صدمت الصحف بأجوبتها واعترافتها، وكاظم حاول أن يسكتها لكنه لم ينجح في ذلك ولم يستطع إيقافها. أما فريد فصدمته كانت أكبر بكثير، وعاتب صيران كثيرا لما قامت به، خاصة وأنها ذكرت اسم جده بسوء وكل العائلة، حتى أنها لم تتوقف هنا وتحدثت عن فضيحة بيلين وفريد وكل خيانته لها. ولم يتحمل فريد نكران صيران لكل ما قام به من أجلها، حتى أنه ذكرها بأنه كاد يموت من أجلها وأصيب برصاصة كذلك، حتى أن فؤاد مات بسببها ولو بطريقة غير مباشرة. ووصل به الأمر لغاية بسقه على صيران وأخبرها بأن الله سيعاقبها على نكرانها وأفعالها، والأكيد أن خالص أغا وعائلة كورهان سينتقمون من صيران ويشوهون سمعتها في الصحافة أيضا، والأمور لن تتوقف هنا وستتفاقم. إلى هنا نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما عن مسلسل طائر الرفراف. سلام.